قوي تمرين up step down middle symbol اوكي راح شاركهم بالفيديو خالد فرحان اوكي معك middle symbol اللي راح يصير اول تمرين راح يثبت وضع البلانك على الكره بهالوضعيه هذه يثبت من 20 الى 40 ثانيه معناه يريح ارتاح اوكي نفس الوضعيه اللي راح ياخذها بس راح يرفع ركبه واحده فوق ني اب كثر ما يقدر من 20 الى 40 ثانيه يريح بعدين نعكس صوب الثاني 20 الى 40 ثانيه تحتاج ثبات ريح اوكي طبعا هالثبات هذا هو اللي يشغل عضلات المعده اوكي تمرين مو مختلف مو مثل التمارين التقليديه التمرين اللي بعده راح يرفع فوق وراح يرفع ريل واحده يمين فوق يحاول يخليها ستريت كثر ما تقدر اوكي اثبت اوكي ريح نفس الشيء 20 الى 40 ثانيه الريل الثانيه تثبت حاول تخليها ستريت اوكي ريح من 20 الى 40 ثانيه التمرين اللي بعده راح يكون تحت ياخذ الكره تحت بوضع البوش اب ويثبت نفس الشيء ثابت كثر ما تقدر 20 الى 40 ثانيه تريح اوكي اخر شيء اللي راح نسويه نفس الوضعيه لكن نخلي الني على جنب تثبت بعدين على جنب الني تحاول تخليها فوق 20 ثانيه تريح بعدين تعكس 20 ثانيه ريل الثانيه حلو ممتاز مثل ما شفتوا تمارين معده باستخدام الميديسن بول تمرين وايد مختلف مو مثل المعتاد راح يشغل الكور كله عضلات الظهر الخواصر المعده يعطيك الف عافيه